مباشر على فرست تي في كنوز اف ام وتلفزيون بونس سلاش لايف مجموعه لهنينه بقياده وهيبه بهادين. اهلا وسهلا بك للا، مرحبا بك، تصفيقه كبيره على السيده الفنانه وهيبه بهادين. مرحبا، انا ستونا برشا جو تونس يعمل 66 كيف. تفضل بحذانا بحذا انس، هاي مريم قاده بحذايا انستنا للا. عايشك، مرحبا بكم. الفرقه هذه كانت تقدمها لنا المجموعه نتاع مجموعه ليالينا، مجموعة نسائية كما برشا مجموعات نسائية. مجموعة من الأساتذة نتاع الموسيقى، معناتها الأغلبية نتاعها 90% أساتذة نتاع موسيقى، والآخرين عندهم ميادين أخرى اللي في الـ في الإعلامية، في الماركتينغ، في الحاجات هذوكم حاسين. أما كلهم موسيقيين، كلهم اللي ما عندهاش ماهيش أستاذ موسيقى عندها دبلوم موسيقى عربية. اخترتوا نوعية معينة نتاع موسيقى باش تقدموها؟ اخترنا المالوف أول حاجة، الساعة هذاك بدينا بيه وتربينا بيه والكل، وعندنا برشا أنواع. معناها احنا الميزة نتاعنا إنه منوعين، ماناش مش كان حاجة واحدة، معناها نعملوا تونسي، نعملوا شرقي، نعملوا خليجي، نعملوا برشا أنواع، مش نوع واحد. هكاكا يعني في سهرات الواحد، سهرات نجموا كل واحد يلقى شنو يحب، معناها هكاكا هذيك اللي مش نسمعوا هذا لايف لون، مش نسمعوا دوزات اللايف معاك إن شاء الله. اليوم اخترنا باش يكون تونسي، خاطر عندنا استضافة قريبة، كما عندنا استضافة إن شاء الله في مالطا في المهرجان السنوي العالمي في مالطا. ان شاء الله مهرجان نهار 2 افريل، باش نسافروا نهار الجمعه شهر 1 افريل باش نشاركوا. هذه جمعيه استدعتنا جمعيه احياء التراث العربي في مالطا، هي جمعيه فلسطينيه، باش احنا الضيوف الاساسيين تاع المهرجان. معناها باش نقدموا لهم تراث تونسي، باش نقدموا لهم تونسي، اي باش نقدموا تونسي ومغربي. لبسه تونسيه حلوه مزيانه. اكيد اكيد اكيد. دونك الحفله هذه شنو باش يكون فيها؟ مالوف، باش يكون فيها اغاني تونسيه معروفه، باش يكون فيها مالوف، باش يكون فيها اغاني تونسيه قديمه ومعروفه، وباش يكون فيها تراث زده مغربي، وباش يكون فيها شويه ليبي، ومعناتها حسب الطلبات نتاعهم هما. معناتها دونك شويه المغرب العربي هكا ممثل. اي هكا باهي، خارق العاده. دونك صحه ليكم، تنقيزه لمالطا باهيه في الويكاند. دونك ويكاند في مالطا، مالا الشيخ شو معك؟ اي بون، اهم حاجه الويكاند. مالطا باهي، مشيو للبلو لاجون مش وقته توا، ما هاك باهيه مالطا، مشيو للمدينه نتاع مارتين ولا ثلاثه، ما غير مش فين ماشي تهزنا اليوم في سكاي. انا اليوم باش نهزكم، عرفت مع بيت تحسهم معناتها حاسدينك على يحزوا لصل على شعره، والله العظيم سي انكر ويا عارفينش يحزوا لصل على شعره، سرك فيها جميله يحزوا لصل على شعره. في مالطا هاي هوني تقول ماشي لسوق البركه، ماشي لمالطا في مالطا ساعه. الويكاند اللي فات هزيتنا لصفات، الويكاند جاهزنا لمالطا. استيس جمعة جاي مش نبعثك يا سيدي ليبيا لسرت تحديدا، ثم مهرجان كبير عاملينه اشقائنا في ليبيا غاديك في سرت، مش نبعثك والله. يصير لك مقطع ساعة، كنت تحارب انا ودعشوش. هاي أنس، كنت تحارب هي ودعشوش، ربي فك علينا من الاسكاله. ياسر ياسر جوجمة. انا اليوم جبت لكم مكياج توتو، مكياج سهل على الاخر، نيوترال، استعملت لي تون مارون. شنو هي نيوترال شو معناتها هذه؟ هاك تشوف تعرف ليه؟ فيه استعملت المارون والدوغي، حسيته سهل على الاخر، الناس الكل ينجموا يعملوه وما ياخذش برشا وقت. تفرجوا
هذا شنو ناتشرال هكا؟ ناتشرال ولا نيوترال؟ نيوترال. ان او او تحس تقرا انجليزي ولا كيف؟ يظهر لي نيوترال. نقرا البر. ايه خلاص لا جاوبي. انتم المهم فاهمين الحكايه اللي قلت. اذا انتم فاهمين هكا وانا ما فاهمينش. احنا نجربوا اون ديريكت. شنو تعملوا نيوترال في الديري؟ على مريم جو؟ نعمل لك انا. مقصدتش هكا. لبنية تتفاهموا فيما بعثكم. ها وعندنا مجموعة ليالينا مش يسمعونا مجموعة أخرى من الأغاني الجميلة. جدا نخليوا الكلمة مدام وهيبة بهالدين والمجموعة مجموعة ليالينا الموسيقى النسائية. يلا. ما يتعدش كيف يتعدش
شكري خونك كيف ما خنتي لكن قلبي حبك انتي محلى ليالي شبيليا وصوت الجيتارة وانت محلى ليالي شبيليا وصوت الجيتارة وانت انا حبيبتي الجميلة نشكي في المباشر على فيرست تي في كنوز اف ام تلفزيون بونيت سلاش لايف. عدد كبير من الناس قاعدين يتفاعلوا معنا في المباشر. تو بعد شويه نوريكم رسالتي وتلفزيون لايف خلفي، لكن قبل هذا مراسلتنا على بيريسكوب مريم صباغ باش تهزنا كالعاده في جوله في العالم. اكزاكتومون نشوفكم توا البريز. قبل هذا باش نحكي لكم على فنان تونسي عرفتوه 5 سنين ولا 6 سنين التالي في مسلسل عمل بوز كبير، هو مسلسل كاستينج. فنان التونسي هذا إلي بلان، يشبهش برشا التوانسة، معناتها تحسه هكا فرنساوي على التركي على السويسري، ما تفهمش، حسيلو سي ان ميلانج
ياسر هيل عمل شكون هذية اسمه نجيب بالحسن. نجيب بالحسن عمل كاستينج، عمل حكاية تونسية الفيلم، ومن بعد شفتوه رمضان اللي فات في حكاية تونسية المسلسل، شفتوه زادا عمناول في سرايا عبدين رمضان 2015 على الام بي سي، وكمل زادا سرايا عبدين سنين تعمل في الام بي سي السنة زادا فرجته فيه، وزادا عمل في حارة اليهود في رمضان 2015. نجيب بالحسن عسلمة معنا هو على سكايب اون ديريك توا. نجيب عسلمة. عسلمة سافا؟ الحمد لله تخي بي عايش. الجمهور التونسي يحب يقول لك مرحبا بيك. يعطيك الصحة على اللي تعمل فيه الكل. احكي لنا شوية اللي عملته الكل، خاطر برشا عبيد ما همش سامعين بيك، خاطر انت ماكش قاعد تعمل في برشا ميدياتيزاسيون على الاعمال اللي قاعدة تشارك فيها الكل كوسوسوا في مصر والا في فرنسا. تحب منين نبداو، من مصر من فرنسا ولا منين تحب؟ ابدا منين تحب، ابدا منين تحب. نصور التوانسة الكل معناها عارفوني في 2010 في مسلسل كاستينج تاع سامي الفهري، ومن بعد في فيلم حكايه تونسيه اون 2011 تعدى 2011، ومن بعد غبت شويه على تلفزه تونسيه ورجعت عملي 2015 في مسلسل حكايه تونسيه مع ندى مزني حفايظ. هذا في تونس. بالنسبه للبر مصر، دونك مشيت مصر اون 2014 اول حاجه دونك سيتي طلع عبدين واحد، درت عملت الدور السلطان عبد العزيز هو السلطان التركي. من بعد سيزون 2 معناها تعدى 2015 تعدى 2015 وحارة اليهود 2015 رمضان معناها اخر حاجه تلفزيونيه عملتها مصريه. والسنة معناها باش نغيب على التلفزه، اما جانتيغري السينما المصري سيتي دونك بول. دقيقه معناتها حسب انا فهمت يا نجيب، حسب انا فهمت دونك رمضان 2016 مانيش نراوك في حتى مسلسل مصري. لا في 2016 لا مصري ولا تونسي بالضبط. نعتذر مره اخرى على خاطر مثلت فيلم، اول فيلم مصري سنة اسمه الهرم الرابع، مازال كيتعدى في الساد دو سينما دونك في الجمعه التاسعه نتاعو، وكلموني على فيلم اخر اسمه طلق صناعي في مصر باش نمثل ان شاء الله ا بارتير دو 8 افريل. دونك خيرت جو مكونسونتر على الفيلم المصري كي نقعد ماشي جاي ما بين تونس ومصر، فهمت؟ خاطر عملوا جي ان بوتي بروبليم من ناحيه البلانينغ، خاطر مثلت وقتها ليبوك في رمضان 2015 مثلت حكايه تونسيه و اون ميم طون حارة اليهود، دونك جي كيلكو بروبليم دو جور دو تورناج، فما دي جور دو تورناج تبدلوا. معناتها انت نجيب توا مطلوب برشا، اما ماكش قاعد خيرت تقعد في السينما وتعمل كان تتكونسونتر على بروجي واحد. بالضبط جي بريفيري نقعد كونسونتري على السينما بور لو مومون المصري، ما فات الفيلم الثاني جاي فوالا، دونك حبيت نركز على حاجه كهو. بون جي دي بروبوزيسيون بالنسبه للمسلسلات في مصر زاده رفضت، ما نكذبش عليك مش رفضت على خاطر حبيت نقعد كهو في السينما المصريه، رفضت على خاطر لو رول كوم بروبوزي ايزيتي با تري انتريسون، معناها ما يعاونيش ارتستيكمون كما الادوار اللي قامتكم فيها توا في السينما. انا عرفت زيدا نجيب اللي انت عملت مثلت في زوز افلام في فرنسا مع دي فرونسي. اكزاكتومون فيلم تلفزيوني معناها تعدى اخر شهر جانفي مع ريشار بيري وإيما دو كون اسمه لانيستير، تعدى على فرانس 2. عملت دو ديمات كبير برشا، احسن دو ديمات نهارتها في التيلي. بون مش على خاطري انا سي سيغ، مي كان ميم تشيف متعرف تقريبا 6 ولا 7 ملايين فرانسيس. اي تنجم تكون على خاطرك انت شويه نو في با تون موديس شعر راس فرعين خضر تنجم معناها عايش باهي. نجيب ينجح البلوز امبورتون بالنسبه للممثل كي يعمل اعمال لازمها تنجح، معناها لازم يكون رد فعل ايجابي، كما مثلا مثلت في الهرم الرابع فرح برشا علاش على خاطر كي مشيت لافون بروميير شفت الصحفيين بون ما يعرفونيش ياسر غادي في مصر وقتها، شفت كلهم يستناو في احمد حاتم ومعناها الابطال المعروفين في مصر ومعناها مريحين حسين وكل شيء المعروفين غادي، وانا بون الصحفيين شويه تلافس من بعد نورمالمون كو. من بعد كي وفي الفيلم شفت رد فعل ايجابي برشا من الجمهور من الصحافه،
فريمون سما توشي معناها يوريك معناها كي تقوم بعمل وتشوف رد فعل ترايل معناها سافي شو كور بالنسبه سورتو كي واحد يبدا يخدم ورا الحكايه هذه الكل دونك يعطيك الصحه نجيب يعطيك الصحه ترايل كيستيون بيبل تو اسكو تو اي سيليباتير برشا عبيت سالوني السؤال هذا عليك دونك ما نعرفش انا حبيت ترايل سليباتير. لا ما في باليش ما في باليش سليباتير. انا سمعت اللي ترايل ولا باز نسوق كيما نقولوا في برنامج نفسنا على قناه القاهره والناس واحد اسمها شيماء سيتي اون ايميسيون مع انتصار ترايل انت ماك ميزان وشيماء اسد دونك قلتوا تتفاهموا مع بعضكم وريت هكا غمزات وضحكات دونك ترايل انت زيد اسد يلا اسد وين شو دخلني مي يات شنو ترايل هيا استعينا الزمور اشاعات 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 على الهواء برنامج جديد معنا نزار وكان قول عسلامة نزار ترافي ولا ايه اهلا اخويا شنو احوالك ترايل شنو الجو في باريس والله يسمى في بليزير باش هكا نكون اون ليني معاكم سور سكايب ومع الجمهور اللي حاضر وسمعت على الميسيون تاعك ترايل واش فيها دخل لي مره ولا باس تي باغازا وستاد سيكسي فريمون احسن فازت ترايل ما تعرف ديما هكا تبدا تتبرمج كل سنه فرازا على كل حال مرحبا بك وان شاء الله بالتوفيق ما قلتليش على الفيلم الثاني اللي عملته في فرنسا سامحني الفيلم الثاني سكول جور دوات على نوي سكول جور دوات على نوي ترايل سان فيلم فيلم سينما الاخر ريشار بيري هو ما ديكون اسمه لانيستير تعدى سيت ان فيلم تيليفيزي دونك تعدى في التيلي صافي ان موي دي حاجه ترايل صحه يا نجيب ان شاء الله تجي لتونس تجي لتونس شرفنا في الميسيون تاعنا ونزيدو نحكيو اكثر ونعملو معاك انترفيو اطول من هكايا يعطيك الصحه ان شاء الله من حسن الى احسن ونشوفوك في برشا افلام كسوا فرنسويه والا مصريه والا تونسيه باي باي نجيب ا تري بيانتو باي باي ميرسي بوكو ا تري بيانتو على خير ترايل تاع مريم صباح كل نهار في عاصمه من عواصم العالم اذا انتم عندكم نجم تحبوه يكون ترايل ابعثوا لنا اسماء نجومكم المفضله اللي موجودين في جميع انحاء العالم سواء من رياضيين او من فنانين ولا حتى ولا ديزاينر الى غير ذلك هاو كنا فيهم على كيفاش عايشين في بلاد برا المصري ولا تعطيونا افكار لتونس عجبتكم في البلدان اللي عايشين فيها نتمنوا انها تكون موجوده وتكون حاضره في تونس هكاك علاش لا ممكن تساهموا في تطوير البلاد هذيا ممكن تجيو بحذانا في الصيف ديما تابعونا على بيريسكوب او كمان يصبح حل البيريسكوب نتاعها دونك جونا احلى جو وتو مش نكملوا مع مجموعه ليه.